مقرها الجنرالي ديمقراطية الشغل. هذه الوقفة هذه احتجاج على شركات ليبير وشركات عشوائية اللي كيديروا النقل السري أمام المسؤولين. هنا هذا هو الموقف ديالنا اليوم، غادي نعبروا على الموقف ديالنا من أجل ناخذوا خطوة نضالية يمكن غتكون على الصعيد الوطني في هذه الشركات اللي هما تخلقوا إن الدولة ما تعرفهاش بهم، واليوم هما صبحوا كيمارسوا علينا النقل السري على هذا القطاع هذا. واليوم كنقولوا للدولة اللي هي استغنات على هذا الامتياز اللي كيعطي جلالة الملك، يمكن لنا الشركة غنديروا حنا كان مهني. هذا هو علاش جينا هنا، باش غادي نديروا هذه مسيرة إنذارية للسلطة، وما مازال غادي ندخلوا في عمليات نضالية. الكاتب العام للنقابه الوطنيه الديمقراطيه لقطاع يسير الازرق، العضو في الفيدرالية الديمقراطيه الشغل، لان هذه الوقفه احتجاج هذه المسيره لانها تدل فين كانت تدل فين تدل ان الحكومه لا تلقى لشيء. الحكومه لان الحكومه ما استجبت المطالب ديال القطاع وديال نقل سيارات الازرق بصفه خاصه وديال النقل العمومي بصفه عامه، ولهذا فنحن كنحتجوا على هذه الحكومه كالحكومات السابقه وزاد الحكومه الحاليه دابا، لان ما استجبوش المطالب ديال النقابات لا الحوار الاجتماعي لا النقابات ديال صندوق الدمج الاجتماعي صندوق سيارات الازرق، لان كانوا وعدونا بان 2004 2014 2015 2016 2017 ولحد الان ما كاين والو. لا يمكن ان نسكت على السياسه الممنهجه للحكومه كما الحكومه السابقه التي قطعت ارزاق الموظفين والمستخدمين والاجراء. فوسفات وجوج بحوره، فوسفات وجوج بحوره، عيش العيشه مقهوره. اي سائق مهني كيتوفر على البطاقه المهنيه خصو يعرف الضمان الاجتماعي. كنتفاجئوا حاليا بخروج مشروع قانون، وحاليا القانون 15/98/1999 اللي فيهم التقاعد وما فيهم لا تغطيه صحيه ديال الابناء حتى شي حاجه. حنا كنرفضوا هاد القرارين، هذا كنرفضوهم بتاتا، وكنتشبتوا بالقرارات الاولى اللي خرجت بجريده رسميه. انا كنتسائل هنا علاش ان قانون خرج بجريده رسميه على ان كل سائق مهني كيتوفر على البطاقه المهنيه عنده الحق في الضمان الاجتماعي، وحاليا لحد الان ما الحكومه ما استجبتش لها الحكومه. في الموازين والحفلات